خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية يعتبر خارطة الطريق بامتياز، يمس في ذات الوقت الشأن الوطني والشأن السياسي والشأن المحلي. جلالة الملك ركز بصفة أساسية على دور البرلمان وعلى مهام البرلمان، وهو موضوع يثيره جلالة الملك ولو باقتضاب في كل مناسبة، أي الابتعاد عن السياسة السياسوية والتوجه إلى العمق وإلى العمل البرلماني الحقيقي. جلالة الملك أتى بإشارة قوية، وهي في صميم التشارك الحقيقي. في التشارك الحقيقي لا يمكن بين الحكومة ومكونات البرلمان لا يمكن أن يؤدي مداه إلا إذا كان هناك تنظيم لحقوق المعارضة. ولذلك جلالة الملك وضع الأصبع على الجرح كما نقول عندما قال بأنه لا بد من خروج أو إخراج القانون التنظيمي لحقوق المعارضة لحيز التطبيق حتى يكون هنالك مجال حقيقي للتشارك في العمل البرلماني.